والوصل يفوز في كل المباريات 3-1 عن طريق اسماعيل راشد محمد عمر ومحمد ربيع وبن ياس سجل صالح اسماعيل. ملاحظين ثلاث مرات، برافو يا عمر، ثلاث مرات يتواجه الفريقين في الجولة الثانية، والتاريخ يعلن أن الوصل كلما التقى مع بن ياس في الجولة الثانية يفوز في كل مبارياته، وهو يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. بما أن اللعب متوقف أيضا راح نقول لكم مفارقات أكتوبر. تواجه الفريقين في شهر أكتوبر على مر السنوات الماضية في بطولة